ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأحيان تحتاج يعني تحدث متغير بسيط للتصويب على المرمى في دورات تدريبية عديدة، وشوف هذه الفعالية العلامات تبعد عن زوايا منطقة الجزاء وتكون مائلة باتجاه الدائرة بزاوية يعني. وفي مغذي كرات لاعب، واللاعبين بقية الفريق راح يكونون باقي 9 لأن حارس مرمى أكو، وذاك احتياط بعد 3 و3 كلهم يشاركون بالفعالية هاي. فعالية جيدة وبيها كثير من الركض الجيد. لماذا الركض جيد؟ الركض بكرة القدم يختلف عن الركض بأي لعبة أخرى. فتشاهد هنا 2 و3 و4 راح يروحون باتجاه الدائر، اللاعب 5 يلعب إلى 4، 2 و3 يرجعون أسرع ما يمكن من نفس الجيت أو هذا الباب لمنطقة الجناحين. فأربعة يلعب كرة لأي جناح يستلم الكرة الجناح، والبقية 2 لاعب 4 واللاعب الآخر الجناح يهاجمون كرة عكسية أو كرة قاطعة. دائما يقال أنه أريني شوفني، يعني شومي، دائما استخدم اسلوب شومي، شوفني يعني ما اريد اسمع كلام، اريد اشوف حتى اتعلم بسرعه واتعلم صحيح. فاسلوب شومي هو كذلك سريع كله. لاحظ 2 يهاجمون الكره، تصويب متابعه مره ثانيه، يعني كل 3 يعملون مرتين ذهاب اياب ذهاب اياب، فيكون شاتر رانينج رائع. إذا تحسبه في حسابات الشاتر رانينج فهو لياقة بدنية، إذا تحسبه في حسابات التكنيك موجود، وإذا تحسبه في حسابات التكتيك موجود كرة عكسي أو قاطعة، عمود بعيد عمود قريب أو عمود بعيد منطقة وسط وهكذا. فكل شيء موجود في هذا التدريب اللي يسموه مهاجمة الكرة العكسية، سواء الكرة الملعوبة على الأرض يبدلونها 3 تبدل 3 3 ويشتغلون يشتغلون. هاي يسموها تمارين بدنية فنية بها جانب بدني عالي جدا، لأن انت هنا شتر رانينج، لأن اللاعبين دا يروحون. يعني هسه لو تشوف اللاعبين أشوفك على القادم دائما يبدلون 3 يخلصون كرتين يبدلون. ف التمرين جميل بسيط وبفائده. شوف الثلاثه ذول، هاي 1 ركض، هذا هاي 2 هاي 3، 3 حركات حلوه وجميله. نزيد السرعه ونضع هذا اليوم هديه للمدربين اللي اعطوا تدريب اليوم واللي يريد يدربون الفريق بدنيا فنيا خططيا بجانب خططي. هذا هو جانب الخططي، شوفه زين. والكرات اللي تلعب من الخارج اما تلعب على الراس او تلعب ارضيه قاطعه، يفضل تبلغ اللاعبين حاولوا يصوبون من اللمسه الواحده عندما تتقون بالكره، حاولوا واحد يصوب الاخ يتابع وهكذا. شوف انه احسن ما في التمرين هو هذا، هاي الكرة رأسا ينطلقون، شوف رأسا ينطلقون، هاي كرتين. شاتر رانينج عندنا 1 2 3 4، ايش شاتر رانينج؟ شاتر رانينج تدريب للسرعة ممتاز. وين جبناه؟ وين أخذناه؟ جبناه وخليناه فيما يعرف بتدريب كروي كرتين، وتنفذ به شاتر رانينج وعلى الهدف وبثلاث لاعبين، وراحة تجي مجموعة أخرى. تدريب فعال في كرة القدم، ومن تدريبات اللي ممكن أن نقول عليها كاتباني All Rights Reserve، هذه يعني حقوق محفوظة لي، لست يعني أنا مو من أخذ مادة وأنقلها بالنص وأقول هذه حقوق محفوظة، لا، هاي حقوق محفوظة لأنها تأسيسي شرعية مقننة ومحسوبة. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، كما أني دائما وأبدا أقول
أقول لكم صلوا على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله. شكرا جزيلا. اليوم 18/3/2023.